حياكم الله. أحبتنا، العمل التطوعي يعد رمز لتطور المجتمعات والنهوض بها بشكل سريع، وتعد دولة الكويت ولله الحمد من أكثر المجتمعات اهتماما بالعمل التطوعي بشتى أنواعه. صحيح، في الآونة الأخيرة شفنا أن أكثر فئة تسعى للعمل التطوعي هي فئة الشباب، اللي يعتبرون الفئة الأهم في المجتمع لأنهم المستقبل القادم المشرق بإذن الله. وحول موضوع مدى إقبال الشباب على العمل التطوعي في فترة الصيف تحديدا، يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة العنود خالد الصبيحي، مديرة إدارة العمل التطوعي في وزارة الدولة لشؤون الشباب. يسعد صباحك وحياك الله. الله يحييك، ما قصرت. يا هلا وسهلا فيك استاذه. خلينا نتكلم في البدايه عن رؤيتك، وانت مسؤوله في هذا الصرح. كيف ترين او تقيمين ثقافه المجتمع الكويتي في التطوع والعمل التطوعي؟ سؤالي يخص الشباب. تمام، بدايه صباح الخير، يعطيكم العافيه جميعا. كعمل تطوعي في دولة الكويت هو سمة أساسية بين أفراد المجتمع وكل الأعمار، ما مو بس تحديدا الشباب، بس إحنا كوزارة شباب مختصين في الشباب عندهم إقبال كبير، يحبون التطوع سواء في الأعمال اللي خلينا نقول خيرية أو غيرها، لأن التطوع يشمل كل المجالات. فإحنا أساسا في مجتمع معطاء الحمد لله، وقائدنا هو قائد الإنسانية، وهذا ينعكس على جميع فئات المجتمع بلا شك. أستاذة العنود، يمكن كونش مديرة إدارة العمل التطوعي بوزارة الشباب، وهذه الوزارة المعنية بالشباب تحديدا، من خلال تعاملك معهم ونزولكم إلى أرض الواقع، شلون وجدتي الإقبال عليكم كعمل تطوعي وحب الشباب لأنهم يكونون متصدرين لهذا العمل؟ بداية احنا في وزارة الشباب يعني ندعم جميع الشباب. العمل التطوعي تقريبا اطلقنا بوابة ايادينا للعمل التطوعي قبل سنة، خلينا نقول ما شاء الله خلال هالسنة الحين راح نوصل 1000 متطوع مسجل معنا في البوابة. فاقبال الشباب يعني واضح بلا شك. عندنا ايضا غير الشباب الافراد، عندنا الفرق التطوعية اللي مسجلة معنا فوق ال 150 فريق، عندنا جمعيات النفع العام، ما شاء الله. هذا كله يعكس اقبال الشباب على التطوع، وطبعا هم باقي الأنشطة المشاريع تشوفون الإقبال ما شاء الله وايد كبير بإذن الله. طيب لو نتحدث عن أهم وأبرز الأنشطة التطوعية الشبابية اللي كانت تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون الشباب، سواء الأنشطة السابقة أو حتى الحالية أو القادمة إذا في خطة قادمة. تمام، احنا في وزارة الشباب تحديدا إدارة العمل التطوعي نقدم فرص تطوعية متنوعة على مدار العام. صحيح. عارف انت الشاب يعني يكون عنده ميول معينه، ما حاب انه هو يعني يتطوع في اي عمل، كل واحد له مجاله، فاحنا نحاول نحن نوفر فرص تطوعيه تشمل مجالات متنوعه، فرص متميزه. كان عندنا تعاون مع وزاره الداخليه في الانتخابات، الشباب ساهموا في مقرات الانتخابيه انهم اماكن التصويت انهم ينظمون مع اعضاء وزاره الداخليه. عندنا بعد في فبراير حفلات فبراير وشارع الخليج في المسيرة، مناسبات اللي يكون فيها تجمعات. اي ساهموا معنا الشباب، اي هذه كانت من ضمن الفرص التطوعيه. في رمضان كان عندنا في العشر الاواخر في المسجد الكبير، صحيح، ساهموا الشباب في تنظيم الدخله وطلع المصلين، فكان هم تعاون جدا جميل. هذا اللي بنتطرق له الحين مع الأستاذ العنود، المطار والتعاون الجميل ما بين وزارة الشباب والطيران المدني حول وجود الشباب لتسيير عملية المطار وغيرها، شلون يتكم هذه الفكرة وشلون بلشت معاكم ومدى الاستمرارية في التعاون مع الطيران المدني؟ قبل لا أجاوب، أنا آسف أختي أستاذ العنود، الفيديو موجود أحمد، أعطونا الفيديو علشان يشوفون السادة المشاهدين وتعلق عليه الأستاذ عنود. حلو، نشغل الفيديو. هذا هو، أعطونا الصوت. هذا شنو هو؟ هذا كان التغطية في الخاصة في المطار. طبعا بداية كان طيران المدني يعني مشكورين ما قصروا على تعاونهم، هذا كان تعاون مشترك ما بيننا وما بين الطيران المدني. هم كانوا حابين وايد أن يدخلون الشباب في فترة الصيف مع زحمة السفر والعيد، وأنهم يساهمون في المطار، فسوينا اجتماع مشترك
والمتطوعين الراغبين فتحنا لهم باب التسجيل، سجلوا معنا، احضروا اجتماع، صار في يعني خطوط رئيسية عن العمل في المطار، شلون التعاون مع المسافرين والتعامل معهم، وبعدين بلشوا ما شاء الله. طبعا احنا يعني كان ودنا نستقبل كل المسجلين، بس للعدد الكبير اضطرينا ان احنا نقبل في عدد معين ونوقف، لان ما شاء الله كان التسجيل جدا عالي. اي والله والله شبابنا فيهم الخير والبركه للامانه، يعني على قولتنا احنا لا حجه حجايجها، تطلع البذره الطيبه المتواجده فيهم. استاذه كان لك تصريح سابق بان هناك تعاون بين وزاره الدوله لشؤون الشباب ووزاره التربيه، شنو هذا التعاون؟ يعني هل عن الموسم الدراسي ولا في اشياء اخرى ايضا؟ اي بالموسم الدراسي. احنا من اهم اهداف اداره العمل التطوعي وحتى وزاره الشباب انه يوصلون الى الطلبه والى المدارس. طبعا احنا كان عندنا تجربه سابقه في العام اللي فات، سوينا تجربه ان احنا نسوي نوادي وانشطه تطوعيه في المدارس. هذا كان التعاون مع وزارة التربية، مشكورين أيضا جميع الجهات اللي نتعاون معها، جدا متعاونين. راح يكون إن شاء الله هذا السنة في بداية العام الدراسي شهر 9 إن شاء الله راح يكون في أنشطة تطوعية خاصة في الطلبة. حلو. إيش اللي راح يسوونه بالضبط؟ يعني أنا على طول يوصل أو يتبادر إلى ذهني أنه من ممكن يتواجدون بالقرب من المدارس وتنظيم عملية سير المرور ومساعدة رجال الداخلية، ممكن إن إذا هو موجود، إذا مش موجود ممكن تضعونه من ضمن الخطة؟ والله هو مو موجود صراحة أمانة، بس الأنشطة اللي إحنا راح نترك المجال عموما، إحنا في الأعمال التطوعية ما نحب يعني نقول حق الطلبة أو المتطوع إنه والله هذا العمل وتسوي كذا إلا إذا كان تعاون مسبق. أما إذا كان المجال مفتوح نفس المدرسة في فريق راح يشكل، فنترك رئاسة النادي للطالب. حلو. عشان نعطي التمكين اللازم إنه هو شلون يقود الفريق، شلون يقرر، شلون يتعاون مع أعضاء الفريق، يكون عنده نائب، يكون عنده مشرف معلم، وبالتالي الفريق نفسه يحدد أنواع الأنشطة اللي حابين أنهم يسوونها سواء في المدرسة أو خارج المدرسة. قاعدين نحاول أن يكون في تعاون، أن حتى لو خارج المدرسة مثلا يكون في زيارات للمسنين رعاية الاجتماعية، صح. أو يكون في زيارات للمستشفيات، يكون القرار راجع لهم، وبالنهاية يكون في إشراف من قبل وزارة الشباب إدارة عمل تطوعي على مدار العام على الأنشطة اللي هم سووها، وبعدين نفيدكم بالتغطية إن شاء الله. بلا شك وشيء أكيد ولازم. أستاذ العنود، نتكلم شوي عن الشباب، عندهم ثورة بالأفكار وثورة في التطلعات وفكرة ودي وفكرتي من خلال العمل التطوعي. بالشاب يتقدم عندكم بفكرة، هذه الفكرة هل لها شروط معينة لابد أنها تندرج تحتها حتى وزارة الشباب تأخذها بعين الاعتبار؟ أكيد صحيح. إحنا عندنا أول شيء المبادرات، عندنا إدارة خاصة في المبادرات الشبابية. حلو. أي شاب أو شابة ما بين الـ 14 والـ 34 أو كان فريق أو كان جمعية أو كان شركة، الكل مرحب في أنه هو يقدم أفكاره. حلو. التطوعية الغير ربحية، يقدم عن طريق الويب سايت. طبعا الشروط أنه يكون كويتي، في لائحة كاملة موجودة في الموقع تحدد فيها الشروط الخاصة مثلا في الملتقيات، في المؤتمرات، في المبادرات عموما، في الإنجازات، كل شيء له لائحة معينة، ولكن يعني الشروط ما هي معقدة وجدا بسيطة، والتقديم أونلاين وكله عن طريق الإيميل. فأي مبادرة، أي شاب عنده فكرة وما عنده الدعم اللازم فإحنا نقدم، حتى لو ما كان دعم مادي، ما كان يبي، في بعضهم ما يبون دعم مادي، يبون دعم لوجستي، يبون دعم إعلامي. صحيح. فإحنا نقدم الدعم اللي هو يطلب. كيف يمكن الوصول لكم؟ إذا في ويب سايت أو في عندكم في التواصل الاجتماعي صفحة بالإنستغرام أو تويتر؟ طبعاً أكيد. إحنا عندنا أول شيء خط ساخن 134 اللي حاب يستفسر. إحنا موجودين أيضاً في برج الحمراء دورة 12-13، حياكم الله وحياهم الله. عندنا موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب اللي هو www.youth.gov.kw. هذا كل إدارات وزارة الشباب وكل اللي يخص الوزارة موجود في الموقع، والتسجيل عن طريق الموقع، تقديم المبادرات عن طريق الموقع، جدا بسيط الخطوات. وعندنا أيضا مواقع تويتر ومواقع إنستغرام، وعندنا أيضا سناب شات يوث كويت. حلو. يعني من اسمها وزارة الشباب وإنجازاتها شيء ينبض
بالشباب، يعني حتى لو كنت شوية بصغير بتتشبب روح مع إذا وزارة الشباب إن شاء الله يعطونك هذه الدفعة القوية إن شاء الله، وتقود حملتك وفكرتك تكون إن شاء الله مع وزارة الشباب. شكر جزيل وكبير لك أستاذ العنود الصبيحي، شرفتينا في صباح الخير يا كويت وما قصرتي. الشرف لي والله، مشكورين وما قصرتي. الله يحفظكم. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا وختام هذا الأسبوع، إن شاء الله نتمنى لكم قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة، حتى نلتقيكم نحن وأنتم في رعاية الله. إلى اللقاء. أكيد من البيت العام الكويت مناصر، كنا معاكم أنتم دايم. سلام.